اليوم رح أتحدث عن مشكلة شائعة لدى السيدات، هي مشكلة الإبهام الأفحج أو البونيون. هاي المشكلة تنجم عن عوامل وراثية مؤهبة بالإضافة لارتداء الأحذية الضيقة لفترة طويلة. تتظاهر هذه المشكلة بتبارز إبهام القدم باتجاه الخارج مع ظهور نتوء عظمي عند قاعدة الإبهام. تصنيفنا لهذه المشكلة بيعتمد على قياس الزوايا ما بين الإبهام والمشط الأول والزوايا ما بين المشط الأول والمشط الثاني شعاعياً. طبعا في الحالات الخفيفة والبسيطة نلجأ لارتداء الأحذية الواسعة مع مباعدات الأصابع، أما في الحالات المتقدمة أو الشديدة فالعلاج حيكون هو حصرا علاج جراحي للموضوع. في مركز 7 Dimensions الطبي لدينا عدة تكنيكات لتدبير حالات الإبهام الأفحج الشديدة والمؤلمة. أحد هذه التكنيكات هي إجراء الخزع العظمي لعظم المشط الأول بشقوق جراحية صغيرة مع تثبيت مكان الخزع العظمي ببراغي، قد تكون هذه البراغي ممتصة، مع إجراء طي للمحفظة من الجزء الداخلي للمفصل وإرخاء المحفظة من الجزء الخارجي. بعد العمل الجراحي نقوم بارتداء حذاء طبي خاص لمدة 3 أسابيع مع نتائج جيدة جدا من الناحية الجمالية والوظيفية للقدم.